جديد ضرب نار قبل ما نبتدي الفيديو النهارده. لو عايزين تشتروا افكار تيشيرتات في المجره لا احنا غيرنا الشعار. لو عايزين تشتروا افكار تيشيرت بكم خش على shirtshop.com. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتنزلوا تدوسوا سبسكرايب عشان خاطر داخلين على 3 مليون وتنضموا لقداش من عيله في اليوتيوب عيله الشرقيه. طبعا اكيد انتم مستغربين من شكل السماعه اللي انا ماسكها في ايدي دي. المفروض ان احنا ناويين نعمل بيها النهارده فكره التحدي هيبقى عباره عن ان احنا وانا ليها نقعد نرغي. هنخش في التحدي على طول. المفروض ان احنا معانا في التحدي النهارده احمد علي يا حبايبي. طبعا يا جدعان المفروض التحدي النهارده عباره عن اغاني طبعا لان السماعه موجوده معانا ومعانا كمان في الكنبه اللي ورا عسكر عسكرين يا جدعان والله العظيم ما ينفع يا عم. في ايه يا عم؟ احمد شاور بيتضايق ان كل الناس بتقعد تقول كلمه حبيبي حبيبي اللي هي المفروض بتاعته. المفروض ان احنا معانا هنا شوي شوينو دي ليه؟ ايوه ما قالش حبيبي حبيبي عشان احمد شاور ما يتكلمش. يعني ما قالتش حد يابا على احمد. احمد شاور شاورينو يا حبيبي. فكره التحدي بتاعت النهارده المفروض ان هي عباره عن هنحط البنه بتاعت السماعه في الموبايل ونشغل اغاني. بص اللي هي هنقعد نشرح اوريكم بروفا دلوقتي حالا عملي. هنشغل اغنيه اجنبي اللي هي مثلا دي كده مثلا هعليها على اعلى صوت في السماعه. احنا اول انتم بعدينا مخلصين ما بيزينينا. احنا اول انتم بعدينا سامع صوت يا اسطى يا جدعان عشان خاطر المهرجان بتاعنا محفوظ. طبعا مهرجان الشرقيه لينك في الديسكربشن عشان تسمعوه. حركات معروفه يا جدعان. مهرجان تعرف له حاجه ثانيه ممكن ما نعرفهاش. جرب كده حاجه ثانيه. طب ماشي هنجرب حاجه ثانيه. هات لي فوديكا وجيبان انحرفت من الجاي يلعن قوي كمان. ايه ده؟ شوف اي حاجه. تاني وضح الصوت يا بيض. هات لي فوديكا وجيبان انحرفكم بنجاد ينعل ابو الجواد. ايه والله ما فاهم حاجه. شواحه حسن شواحه مين انت اللي شواحه؟ يلا يا جماعه هنبتدي التحدي. اول واحد احمد شاور. ايه هني قلبك بحري مالح ودني بجني سامح قلبي مات امبارح بتغليكوا مش شغلاني بتاعته واطي يابا. قلت تاني سامع سمعت باين بقك. طب ماشي ايوه قرب مني شويه اعملها لك تيك توك تحريك يعني. ماشي قلبك بحري مالح قلبي مش مسامح قلبي مات امبارح شغلك ومش شغلاني اختار قلبك بحر ما انا الثاني مش هتعرف بقى انت كده مش شغلتوني بحر يا جدعان يا جدعان اسمع يا جدعان يا جدعان. هو تقريبا الاغنيه بص اسمع كده وانا هقول لك ماشي. ربي يكون ميزنا بميزة الرجولة والنفس عزيزة شاب شرف أرض الجيزة. سامع سامع بس تشاش يعني فاهم. سامع تشاش بس سامع. قول ايه بقى؟ سامع. قول قلت ايه؟ ما سمعتش بالظبط بس سامع وعلى النعم. يا جدعان يا جدعان الصراحه عشان ما تقولوش احمد علي بس انا كنت سامع فعلا وسمعت. شفتوا يا جدعان عشان تعرفوا ان هم كانوا سامعين فعلا. فاحنا دلوقتي هنغير التحدي يا جدعان. هنعملوا افلام عارفين انتوا اللي هي كده حركات بقى اللي هو مثلا ايه غبي يا عمر منه فيه اللي هو اشارات كده. بص عسكر غبي منه فيه تبقى ازاي؟ غبي غبي منه فيه. يلا بص يا جدعان المفروض دلوقتي ان احنا جينا انا وعسكر واحمد شوقي واحمد علي. مالكش دعوه انت يا عم انت بالعربيه مالكش دعوه. عايزين فيلم يبقى ثلاث كلمات. تعرف تمثل في الصين العظيم؟ ايوه مقفول الصين ماشي قصدي حلو ده بس فيلم سهل خالص اعمله. ايوه فول الصين العظيم. عسكر يلا يابا يابا مش هتنقل. اعمل لك فيلم سهل اعمل لك فيلم سهل خالص. اهرب بالطريقه ده حلو. هو فيلم واحد يجري ورا الثاني وخلاص كده. هو اصلا مش هيبقى فاهم. هو اصلا مش هيبقى عارف ايه رايه. مش عارف انا ايه رايه. بيتفرج عليهم بس مش عارف. يلا خلاص ماشي. بص انا هجري وراك يا حبيبي ماشي. احنا قاعدين مع بعض. واحد اثنين ثلاثه. تاني اللي هي محاول تغير فيلم. لا يابا لا لا هعمله لك بطريقه تانية. هروب اضطراري يا جدع. لسه ما جاوبتش. هروب اضطراري هربت لك من جنب العربيه اللي شفناها. يلا افهم انا بحبها يا اسطى. ماشي اديك اكله زي ما انت ترميش ودانك. ها فيلم محمد سعد الليمبي. لا بلاش الليمبي خلاص بلاش الليمبي يا عم. تقعد ساكت بقى محمد رمضان تامر حسني. بس ابو جاي بخش جوه العربيه. فيلم زرقيه نمله. يلا ما حاجه تامر حسني يا احمد. مفيش يابا ما يخصكش انت ما يخصكش. أول كلمة هو هيعملها أول كلمة. تاني كلمة جدع بطة يعني المفروض جدع.
ايوه مثلها بقى. ده كده بص ايوه والله مفيش اكتر من كده بقى. قال لك السر خلاص. ده ما كنتش عايز اعمل كده. واحد انت عصبي ثلاثة أربعة خمسة تسعة صرخة نملة عندي خمامة صرخة نملة صرخة نملة اللي بعده أحمد شوقي يلا بينا عشان نتناقش محترم إلا ربع أحمد شهر اشتغل سهلة غالي يا نهار اسود ده كده بص انا اهلك يا اسطى عد له عسكر واحد سبعة راجل محترم يا ابني ده سهل خالص يا اسطى يا اسطى ما بيمشي بس ايه يا دي يا اسطى امثلها لك اهو امثلها لك اهو برضو كده لا خلاص مفيش بعد كده بقى محترم الا ربع بس خلاص يلا يا شباب عشان محترم الا ربع بقول لك انا اللي همثل له على اذنك مش حلو انا هخرج يا جدعان انا بعدك يا بنت انا بعد بص بص يا جدعان ارجع اعلى ارجع اعلى ياسين انت هتمثل ولا هيمثل بقى اسمع اقول لك ان هو فيلم فيلم مصري اه ولا جه معقول لسه معقول وانت عارف سنتين وانت عارف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة اصبح على خير وانت من اهل الخير يا ابن عباب وكده شفته يا عم انت عارفه والله يا اسطى لما كان بيلبس جهاز كده في دماغه ويروح حته ثانيه اه والله ما شفته ما اعرفوش معلش عايز اوفر المره القادمه ده بيرعزني عمل كده وراح يلا بص انا بص يا جدعان المفروض ان كده التحدي خلص والوحيد اللي كسب في التحدي ده هو دلوقتي المفروض ان جه الدور علينا احنا الاربعه المفروض ان كل واحد مننا يختار عقاب تعالى يا شباب ما تحورش احنا الاربعه يا جدعان اول عقاب واحد يستحمى بالشوكولاته تاني عقاب واحد هيلف حوالين العربيه وهو عريان تالت عقاب هينط في الترعه رابع عقاب هيجري ورا العربيه عريان اتفضل يا استاذ شوقي اتفضل فين اختار ايه اختار عقاب ماشي هروح اتس وانا اختار لا اختار بس وبعد كده ابقى اروح يا اسطى طب ماشي اختار انت الاول هو اختار انا الاول اختار يا عم هلف ورا العربيه ولا عريان يا جدعان يلا يلا يا جدعان العب كتير يلا يلا العب يلا دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا رايحين ننفذ عقابي انا وعسكر المفروض ان زي ما انتم شايفين الصف ماشي ورا ناصر اهو احنا مالناش دعوه بالعقاب احنا جايين نتفرج انا جايين نشوف اه يا ابو انا حكيت شايفين احنا ماشيين تحت المايه المايه تحتينا اهي انا جبت خلاص يا جدعان انتوا شايفين المايه ايه اللي احنا المفروض ننط فيها جاهز على تكبيره جاهز يا حبيبي يا اوجابا ايوه كامل عشان كده كده بنط عادي انا فده بالنسبه لي مش عقاب يعني دي حاجه عاديه يعني عايز تتشد؟ شد نفسك شد نفسك بنفسك يلا نركب العدو ونمشي هات الجزمة امسك الشوايط طبعا اجيرك
يلا عسكر قلب التكتب عادي البي يركب معانا احنا عريان ما عسكر تكتب يا عمرة تعال خلاص تعال تعال هنركبك تعال يا احنا جوا اقعد مع جوا تعال عسكر خلقك يلا كله سابع يلا يا جدعان فريق بكبرتات